مئات المتظاهرين في روسيا خرجوا إلى الشوارع مطالبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتنحي، وذلك غداد فوزه بالانتخابات الرئاسية ب 36% من الأصوات بحسب الإحصاءات الرسمية، لكن المراقبين الدوليين يقرون بأن النتائج جاءت مسورة لصالح بوتين. قائد المعارضة الروسية يقول: كثير من الروس وخصوصاً في موسكو لن يرضوا ببوتين رئيساً شرعياً لروسيا، وإذا استطاع بوتين أن يصمد لمدة شهر فإنه لن يستمر لمدة 6 سنوات لأنه فقد شرعيته. Political leader, and I have no doubt that he will not survive next 6 years. وقد اعتقلت الشرطة الروسية نحو 100 متظاهر مطالبين برحيل بوتين، فيما تظاهر في الكرملين بعض الروس مطالبين ببقائه ورفعوا شعارات كتب عليها بوتين هو رئيسنا.